مرحبا أصدقائي، رجعت لكم بمقطع جديد. بمقطع اليوم حنتكلم عن موضوع الامتنان، وجميع القصص اللي حذكرها بهذا الفيديو هي من كتاب الرقص مع الحياة للكاتب مهدي الموسوي. وقبل لا نبدأ بالفيديو، بس حبيت أقول لك إنه جدا شكرا لأنك عملت سبسكرايب أو ضغطت على زر الاشتراك بهذه القناة، وجدا شكرا لأنك حطيت لايك للفيديو وعطيتنا رأيك اللطيف في خانة التعليقات. جدا ممتنة على تفاعلك الرائع، أتمنى لك مشاهدة ممتعة. يلا نبدأ. قال الله في كتابه الكريم: ولأن شكرتم لأزيدنكم، بمعنى إن الامتنان هو شكر الله سبحانه وتعالى على النعم الموجودة في حياتنا. لو نظرت إلى نفسك وإلى حياتك الآن لوجدت إنك محاط بالكثير من النعم التي ربما تجاهلتها بسبب اعتيادك عليها. لذلك أرجو منك أن تقوم بذكر هذه النعم أو كتابتها، وأن تكون ممتن جدا لله سبحانه وتعالى. الامتنان كنز الحكماء. يقول أحد الأشخاص: بينما كنت سائرا بين أزقة أحد الأسواق العتيقة، رأيت رجلا قد ناهز عمره 80 عاما، وكان مشغولا جدا في العمل، وهو ينحت بعض الكلمات المبهمة بكل دقة واهتمام على فص من الفيروز الصافي، وتوجه بروحه وقلبه لإنجاز ذلك العمل، ثم قام بتثبيت ذلك الفص الجميل على خاتم من الفضة الخالص. فشدني منظره تماما، ودفعني الفضول لمعرفة ما قد كتب على تلك الفيروزة، فقرأتها وكان قد كتب عليها كلمة الامتنان. فسرعان ما اشتريت منه ذلك الخاتم كأني ملكت الدنيا، واكتشفت سرا غامضا من أسرار الحياة. إن الامتنان للأشياء مهما صغرت سيجلب البهجة إلى قلوبنا ويجعلنا نحب الناس والحياة. وإذا رضينا عن كل شيء في حياتنا فإن الله سيمنحنا جوهرة الامتنان، وهي حالة من السكون والسلام الصافي الذي يغمر القلب بالرضا فيفيض على محيانا بالجلال والنور. إن الرضا العميق على كل يوم يمر علينا وما نلاقيه من صعاب، وتقبل تضاريس أجسادنا مهما كان شكلها، وقبول الناس على اختلافهم، وقبول الماضي رغم آلامه والحاضر رغم عثراته، والتعهد التام بالرضا عن كل ما تهبه لنا الحياة في أيامنا القادمة، والاستسلام الكامل لكل أمر لا نقدر على تغييره، وتقبل كل حالاتنا وما نملكه، وتقبل نقائصنا ومشاكلنا، والاعتراف بذلك بكل صدق مع أنفسنا، ثم السعي بهمة وثبات وبكل لطف وبلا ضغط أو تكلف لتحسين الحال نحو الأفضل. ذلك هو جوهر العيش بامتنان، وهو غاية الحكماء في عيش حياة طيبة. لربما تكون القصة الأولى غير كافية لكي تعلمكم معنى الامتنان، لذلك دعوني أتكلم عن قصة أخرى. كان هناك رجلا قد خرج مع ابنه في سفر إلى مدينة بعيدة، وكان معهما حمارا وقد وضعا عليه الأمتعة، وبينما هما يسيران كسرت ساق الحمار في منتصف الطريق، فقال الرجل: ما حجبه الله كان أعظم. فأخذ كل منهما متاعه على ظهره وتابعا المسير، وبعد مدة جرحت قدم الرجل فما عاد يقدر على حمل شيئا، وأصبح يجر رجله جرا. فقال الرجل: ما حجبه الله كان أعظم. فتعجب الابن من كلام أبيه ولم يفهم مغزى ذلك، فحمل متاعه ومتاع أبيه على ظهره وانطلقا لكي يكملان المسير. ولكن في طريقهما لدغت أفعى الابن فوقع أرضا وهو يتألم، فقال الرجل: ما حجبه الله كان أعظم. هنا تذمر الابن وقال لأبيه: هل هناك أعظم مما أصابنا؟ ولكنهما واصلا المسير بصعوبة حتى وصلا إلى المدينة، فإذا بها قد أصبحت رمادا نتيجة زلزال قد حدث في المدينة. فنظر الرجل إلى ابنه قائلا:
انظر يا ولدي، لو لم يكن قد أصابنا ما أصابنا في رحلتنا لوصلنا مبكرين، وأصابنا ما هو أعظم وكنا مع الهالكين. ونفهم من هذه القصة هو أن علينا أن نتقبل لحظات الخسارة مثلما نزه بلحظات الفوز، وعلينا أن نرضى بالقليل مثلما نفرح عندما نحصل على شيء كبير. فليس من الأنصاف بأن تفوز كل يوم وكل ساعة، بل اسعى في الحياة أن يكون الكل فائزين. دع الآخرين يفوزون ويفرحون مثلك، واجعلهم يفتخرون بأنفسهم مثلك. وعندما تخسر جزءا من أموالك فتقبل ذلك، واعتبر إن ذلك الجزء قد ذهب إلى من هو في أمس الحاجة إليه. وعندما يفوتك مشروع مربح فتقبل ذلك راضيا، وأدعو للفائز بالتوفيق. كن ممتنا بما تهبه لك الحياة حتى ولو كانت نعما صغيرة. إذا وصلت لهذه الدقيقة من الفيديو، عندي لك تمرين جدا حيفيدك ويغير من يومك وحياتك. هذا التمرين ببساطة هو عبارة عن شهيق وزفير، إنه تستنشق الهواء بهدوء وبعمق حتى تمتلئ كل رئتيك، ثم تحتفظ بهذا الهواء لعدة ثواني ثم تطلقه إلى الخارج. أنصحك أن تقوم بهذا التمرين مرتين باليوم قبل لا تنام وبعد ما تصحى من النوم، ورح تلاحظ تغيير بنفسيتك بشكل رهيب. هتلاحظ أنه تكون نفسيتك مليئة بمشاعر الصفاء والسكون وراحة البال والطمأنينة وكل هذه المشاعر الحلوة اللطيفة. عش وأنت ممتن لله سبحانه وتعالى لما يجري من حولك، فإن وجودك في هذه الحياة هي هديتك العظيمة. عليك أن تفهم أن السعداء لا يمتلكون أفضل الأشياء في الحياة، بل هم ممتنون بما تجود به الحياة عليهم وما يجدونه في طريقهم، ويتقبلون كل ذلك بالرضا والقبول كهبة من الله تستحق الامتنان والشكر. وإلى هنا ينتهي فيديو اليوم. أتمنى استمتعت وياي واستفدت من هذا الفيديو، وفعلا أخذت الموضوع بطريقة جدية، وحتجعلوا الامتنان عادة صحية ولطيفة وعظيمة تملأ يومكم وحياتكم. شكرا إلى كل شخص سمع هذا الفيديو وحضر للأخير. أتمنى لك يوم لطيف وحلو ومليء بالإنجازات ومليء بالامتنان. أشوفك على خير. مع السلامة.